من المهم أن نحافظ على موقف إيجابي وألا نسمح لسلبية الزملاء السلبيين أن تحبطنا. لذلك لابد أن نحافظ على طاقتنا وسلوكنا الإيجابي. ومن الأمور المهمة جدا أن نفهم جذر ومشكلة سلبيتهم. أحيانا يتعامل السلبيون مع مشكلات شخصية أو ضغوط مرتبطة بالعمل تجعلهم سلبيين، فلا بد من فهم وجهة نظرهم ومعرفة ما إذا كان هناك أي شيء يمكننا القيام به لمساعدتهم أو دعمهم. هناك نقطة أخرى وهي التواصل بصراحة واحترام. إذا كانت سلبيتهم تؤثر على عملنا، فقد يكون من الضروري أن نعالجها مباشرة من خلال إجراء محاورة أو محادثة محترمة معهم. من النقاط المهمة جدا وضع حدود. إذا أصبحت السلبية قوية جدا فمن المهم أن نضع حدودا لها، والمقصود بالحدود تجنب بعض المحادثات أو الحد من تفاعلاتنا مع الزملاء السلبيين والابتعاد قدر الإمكان عن الوجود في نفس المكان معهم، مثل الاستراحة أثناء شرب الشاي أو القهوة. أيضا التركيز على الإيجابيات. من خلال بذل الجهد للتركيز على الجوانب الإيجابية في العمل والأشخاص الإيجابيين من حولنا، لذلك لابد أن نحيط أنفسنا بالإيجابيين.